امبارح زارتنا على الاذاعه الصبيه الحلوه ملكه الجمال ريتا حكيم يلي هي هلا مشتركه بهالمسابقه الرائعه العالميه ميس يونيفرس كندا. قال لي جاري انه جاينا صبيه حلوه بدي اعمل معها مقابله هو على الساعه 3:30 امبارح. وهي ملكة جمال ريتا حكيم، ما بعرف عنها شيء للصبيه وما صار لي اساله لجاري لانه نحكي مع بعضنا اوقات يعني انجا واتساب مش دايما نشوف بعضنا انا وجاري ونقعد متخانق مثل ما بتسمعونا. مشان هيك لما بتسمعونا هيك عم نتشارع وعم نتخانق بكون صرنا زمان مش شايفين بعضنا وجه بوجه، في اشياء كتير مخبيه بدنا نقولها بين بعضنا. على كل حال شرفت الصبيه، فتحت لها الباب، فاتت مثل عادي. نحن بعد الظهر عنا قدام الاذاعه ما فينا نصف لانه في ضبط انه من 3:30 ل 5:30 ممنوع الصفي. حبيت انه الا اذا صفي قدام الباب زيح سيارتك لانه هلا بدنا ناكل ضبط بعد شوي لازم تزحيها. بقى لقيتها على الدرج لتحت، قلت لها اهلا وسهلا فيك بس قبل ما سلم عليك اذا صفي قدام الباب زيح السياره. قالت لي لا نو بروبلم صفيت هون مش مشكله. قلت لها ما بلا في مشكله. قالت لي لا ما انا جاي على البسكليت. وهون كان اول ما كنت اقوله شوق او اول فكره او اول نظره او اول شيء بيجي على ذهنه للانسان. اول شيء هي واقفه قدامي هالصبيه الحلوه، قالت لي جاي على البسكليت ولابس اللبس اللي بيركبوا فيه على البسكليت مع الهاملت اللي على راسها. لي حقيقة فاجأتني مفاجأة سعيدة جدا. صبية حلوة رائعة كاملة المواصفات، مرشحة على ملكة ميس يونيفرس كندا، جاي على الإذاعة تتعمل انترفيو، جاي لحالة واحدة على البسكليت من الداون تاون لعنا وحط الهاملت على راسها بشكل كتير طبيعي. هيك بيقولوا الشغلة أو العلاقة أو النظرة أو الفكرة بتتكون عن الناس اللي بنتقى فيهم من أول نظرة تقريبا. هيك دغري قدرت كونت هالفكرة، ومن بعدين مع الحديث تأكدت الفكرة أنه هالصبية الرائعة المتعلمة المثقفة الموظفة الجدية اللي عايشة حياتها بعمرها هي هالقد متواضعة والقد فهمانة. كانت كتير صبايا، يعني انا تخيلت انه بده يجينا صبيه لابسه هالكعبه العاليه فول ميك اب ما بعرف كيف، جاي حدا من اهلها من اصحابها ما بعرف من اي لجنه مرافقه، ما لقيتها الا جاي هيك لحالها وحده سمبل بكل بساطه. بالاضافه الى جمالها الخارجي سمعت مقابله امبارح، جمالها الداخلي رائع، عندها المعلومات الوافية، عندها اللغه الكافيه، بنت خلقانه بكندا بتحكي عربي احسن مني ولا أحلى من هيك. تستاهل تدعموها، ما بدها شي. على صفحة صباح الخير أنا حاطت اليوم اللينك مع صباح الخير، بتفوتوا على آخر صباح الخير لما حكي عن البنت www.missuniversecanada.ca كلمة واحدة ولا أهوى من هيك. تفتح الصفحة قدامكم مكتوب فوق vote بين التشويس اللي بيعطوكم إياهم بالأحمر بالعريض هيك بالعرض، تكتسوا فويت دغري، بس تكتسوا فويت بيطلعوا لكم اسامي بنات، بتعملوا سكرول على ريتا تحطوا عليها سبميت ودات ست، فيكم تصوتوا كل 6 ساعات مرة. كتير منيح، بليز دعموا ريتا بتستاهل دعمكم. بس لأوفي اللي قلت بدي أعمله لأنه حقيقة بتستاهل، وبتمنى لك كل خير وإن شاء الله بتوصل، ونحن متابعينك يا ريتا وقد ما فينا رح نضل ندعمك، مش بس لأنك لبنانية الأصل، لأنك بتستاهلي وبتمثلينا خير تمثيل. رح برجع للأغاني هلأ قبل ما يكون عندي سبيشل بيرثداي، رح أسمع أنا وياكم ربيع الجميل فوق العادي.